ended in 1990, but the past sounds of fear and violence live on. Bullet holes are everywhere in Lebanon, in every city, in every village. They are a constant reminder of how it feels to be at war. 7UP wanted to use the same bullet holes to remind people of how it feels to be at peace. لكي لا تبقى ذكرى الحرب اللبنانية ذكرى أليمة، مبادرة مميزة أقيمت في أسواق بيروت تمثلت بوضع حائط تحول إلى آلة لتوليد الموسيقى تعطي رسالة من الأمل والسلام للمارة. At the heart of Beirut and the conflict zone during the civil war, we transformed bullet holes into musical notes. لحن 7UP بيتضمن 7 نوتات والحيط موجود فيه 7 حفر. ركبنا بكل حفرة سنسر وكل سنسر بيعطينا نوتة موسيقية واحدة. كلفني فريق 7UP تألف لحن 7 نوتات ومش حيلا لحن، بدنا كان لحن يرمز للفرح، يرمز للأمل، يرمز للسلام. بالاول نقصتونا بس عفاكم قلبتوا الحرب لموسيقى. برافو عليك، كثير حلو. انه اثر الحرب صار تحول لشيء موسيقى، لشيء سوبر كول. زهقنا من صوت الرصاص، حلو نسمع ميوزك بديله.